رسالة كانت من التجار واضحة، ملي يعني التجار ما همش كل كيف كيف، كاين بعض التجار سامحهم الله استغلوا الفرصة والوباء هذا، ولا القرص يدير 65,000 ولا الجهاز من 11 مليون 17 مليون. التجار هذو حابين يعاونوا المرضى تاع كوفيد والمستشفيات تاع الولاية بشراء معدات مكثفة الأكسجين على مستوى تغطية المستشفيات تاع الولاية. يقولون لهم بتعبير فعلي أنه ما أصابكم قد أصابنا، وما أحزنكم قد أحزننا، وما ألم بكم قد ألم بنا. فنسأل المولى عز وجل أن يهب جميع التجار الهبة هذه الربانية، الهبة الخيرية هذه إن شاء الله في جمع تبرعات لجلب هذه المكثفات الهوائية لإخواننا المرضى. نسأل المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء إن شاء الله في أقرب الأجل إن شاء الله يا رب العالمين. في مع يعني في هذا المبلغ الذي ترونه يعني ورائي الآن، فهي مجرد ساعتين فقط وصلوا إلى مبلغ 947 مليون. هذه مبادرة مع التجار تاع مسيلة، حابين باش نعاونوا خوتنا هذم وإن شاء الله يكون فيها خير.